ومن السنن التي فرط فيها كثير من المسلمين تعجيل الفطر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ما يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ونفهم منه أنه إذا لم نعجل الفطر فإننا لا نكون بخير، هذا متفق عليه. وأخرج ابن حبان بسند صحيح: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. فما تزال الأمة على السنة ما لم تؤخر الفطر حتى تظهر النجوم، وهذا يفعله الروافض وهم ليسوا على السنة وليسوا بخير. وأخرج أبو داود وابن حبان بسند حسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. فهذه سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم يفرط فيها كثير من المسلمين. والسنة أنه إذا غربت الشمس أفطر الصائم لا ينتظر الأذان، أذن الناس أم لم يؤذنوا، إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم. كثير من المسلمين ينتظرون حتى يتشهد المؤذن الشهادتين، وهذا جهل، ليس هنالك في دين الله شيء من هذا، بل إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجل الفطر على رطبات، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي المغرب، ثم بعد ذلك ينصرف الصائم ويقبل على عشائه. فإذا هذه سنة منسية يفرط فيها كثير من المسلمين.